بكرة 2018. توقعاتي، تنبؤاتي، حدسي يقول لي 2018 ما حتكون سنة رهيبة جدا. هذا مو فلوغ سوداوي دقيقة. نحن الآن في الساعات الأخيرة من عام 2017 وداهبون بتوقيت كندا. يعني انتوا في السعودية خلاص احتفلتوا، خلصتوا واحتفلتوا استغفر الله، بس يعني انتقلتوا للعام الجديد. احنا ما كملنا شهر صح، لنا اسبوعين حضرنا 3 احتفالات يمكن او 4. السؤال اللي يطرح نفسه الآن في المجتمع الغربي، كم احتفال عندهم في السنة؟ وصلنا. Have a good night and have a happy new year. Happy new year, you too. السلام عليكم. كيف حالكم؟ كل سنة أحط لنفسي أهداف، أهداف سلوكية. أنا كذا أبغى أغير هذا الشيء، ما أحط أهداف وأبغى أنجح وبسوي دورة وأبغى أسجل وبطلع. إذا شخصك، شخصيتك تغيرت بشكل أفضل بالنسبة لك، هتحقق أهداف رهيبة. والتغيير اللي يكون في شخصي مرتبط عادة بأحداث السنة اللي أنا متوقعها، وهذا يجيبني لتنبؤاتي السوداوية. لأنه توقعاتي إنه السنة حتكون مرة رهيبة، قررت أنا أغير أسلوب حياتي. لو لسنة واحدة فقط، حكون بطيء، حتحرك بشويش وحنتبه للتفاصيل، حاستمتع بالتفاصيل، حعيش اللحظة، حعيش التفاصيل الحلوة اللي في حياتي بدال ما أفكر في العالم والكوكب. لا لا، فقط أنا لحالي والتفاصيل اللي حولي. حبدأ السنة بإني ححذف جميع مواقع التواصل الاجتماعي من جوالي، لأنه وإنت تطالع في العالم عن طريق جوالك تنسى العالم الحقيقي اللي انت فيه واللحظة اللي انت فيها مع الناس اللي انت اخترت تقضي وقتك معاهم. فقررت لا، هنسى ده كله، هستمتع بالناس اللي حولي، بالاشياء البسيطة. التفاصيل يا رفاق، هذه سنة التفاصيل الصغيرة. وكل عام انتم بخير صح؟ كل عام انتم بخير. يبغالنا نسوي 3 دقائق على أزمة العيدين. هل فقط عيدين؟ ايش يعني فقط عيدين؟ حسوي 3 دقائق عن فقط عيدين، ترقبوها بعد كم يوم.